صباح الخير على حبايبنا المتابعين، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم ملاك نادي، وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على قناة نادي الكترونيك. النهارده ان شاء الله يا جماعة هنعرفكم ازاي تغيروا موتور للمراوح الفريش، سواء كانت مراوح فريش عمود او حائط. دي مروحة عمود فريش الشبح، تمام؟ لو هي عندك مثلا حائط، هو نفس الشرح بالظبط، او لو هي اي مروحة فريش عندك يعني هو الموضوع مش بيبقى مختلف، تمام؟ ان شاء الله هنعلمكم برضو ازاي تحددوا الاطراف بالكلامبوميتر او السري عادي، برضو ازاي تعرف الكهرباء فين والثلاث سرعات فين بالظبط في الاسلاك بكل سهوله للناس المبتدئين، يعني لو انت مش صنايعي وفي البيت عندك. وهنستخدم حاجات بسيطه خالص موجوده في كل بيت، ازاي تحدد الاطراف وازاي تركب الموتور وازاي تعمل كل حاجه فيه. فكل ما عليك تتابعني للنهايه، وبرضو لو هي الريشه بتاعت المروحه قفشه اعلمك ازاي تفكها. اهلا بيكم مره تانية يا جماعه. هنخش على طول بقى كده في الشرح زي الفيديوهات بتاعتنا، احنا مش متعودين نتكلم كتير عشان الفيديو ما يكونش طويل. طبعا انت بتفك الشبك اللي هو الوش بتاع المروحه ده عادي كانك بتنضفها، وبعد كده احنا هنا بنيجي نفك الريشه. طبعا فك الريشه السموله بتاعتها بتفك عكس كانك بتربط بالظبط، تمام؟ طبعا هي هنا برضو في ملحوظه عشان تبقوا انتوا عارفين واخدين بالكم معايا. لو هي الريشه بتيجي قافشه معاك وما بترضاش تتخلع، طبعا دي بتتخلع معايا عادي، بس لو هي ما بتتخلعش معاك بسهوله في طريقة سهلة كده عشان تخلع بيها خلاص، لأن في ناس بتقعد تشد فيها تيجي كسراها، يعني انت فاهمين. انت هتجيب السمولة اللي انت فكتها للبلاستيك دي وتحطها بنفس الشكل ده، وبإيديك الاتنين تيجي ضاغط عليها هتلاقيها طلعت معاك مرة واحدة، حتى لو هي ماسكة بقالها سنين هتتفك معاك بكل سهولة. طبعا هنا هنيجي للسمولة التانية اللي هي البلاستيك دي، برضه بتتفك. دي بتتفك عادي، مش بتتفك الاتجاه العادي اللي هو شمال خلاص. بعد كده هنشيل طبعا الشبك اللي هو الحماية دوت. بعد كده هنجرب معاكم المروحه عشان نشوف العطل اللي فيها ايه. طبعا هتحط المروحه في الفيشه، ده حاجه اساسيه تمام. ده الخطوه الاولانيه. بعد كده هنيجي هنا زي ما انتم شايفين نبدا نجرب المروحه مع بعض ونشوف. طبعا هي المروحه دي يا جماعه مشكلتها ان هي فاصله كهربا خالص، ما بتزنش ولا بتعمل اي حاجه خالص، فهي بيبقى فيه عطل في الموتور كده. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده وهنعمل لكم فيديو تاني برضو ان انتوا ازاي تصلحوا العطل ده ان شاء الله الفيديو اللي جاي على طول. هو ده مشكلته ان هو قطع كهربا خالص ومفيش اي زنه خالص ولا في اي حاجه، تمام. فالمهم احنا هنشيل الفيشه دلوقتي وهنبدا نفك مع بعض. طبعا هنا فريش اي مروحه فريش، الجزء اللي فوق ده اللي هو الصباع بتاع الشداد اللي بيخليه في يمين وشمال بيكون كبس، فاحنا بنخلعه كده شد، تمام. بعد كده هنيجي هنا هتلاقي في الوش اللي هو الكفر بتاع الموتور بيكون ليه مسمار برده بنفكه. اهم حاجه المسامير اللي احنا نفكها يا جماعه ما تضحش، يعني احنا ممكن نحطها في اي حاجه كده عشان تبقى حافظها يعني، تمام. فبعد كده احنا هنيجي هنا زي ما انتم شايفين ادي ده شكل الموتور بتاعنا. في برضو هنا الوش اللي فوق ده فيه ثلاث مسامير لازم يتفكوا، ده اللي هو بيكون مربوط فيه الجزء اللي هو الكفر بتاع الموتور من ورا اللي هو الخارج ده. هنشيل ده طبعا على جنب كده مش هنحتاجه دلوقتي خالص. هنا برضو زي ما انتم شايفين يا جماعه الملف ده هنا ساعات احيانا بيكون فيه جواه فيوز حراري كده بيجي عند درجه حراره معينه ويفصل، فممكن يكون هو اللي مخليه فاصل الكهرباء، تمام. احنا دلوقتي هنفك هنا في مسمارين طبعا او على حسب شكل المروحه اللي هما بيكونوا مثبتين او هم اللي قافلين على لوحه المفاتيح، فانت بتفك المسمارين دول او على حسب الشكل اللي عندك، وبنبدا ان احنا عشان نوصل لاطراف الموتور ونختبرها. المسامير زي ما قلت لكم اهم حاجه نحافظ عليها عشان كل حاجه يكون ليها مسمار معين ما نعكسش بين المسامير وبعضها، بحيث ان المسمار يركب مرتاح في مكانه وما يكسرش المكان بتاعه. طبعا ادي هنا زي ما انتم شايفين دي كارته وشغاله على كارته مش لوحه مفاتيح عاديه. طبعا هو المروحه فاصله معانا خالص فاحنا مش عارفين لسه المشكله فين. هو دايما الكارتات اللي زي كده بيكون فيها زي فازه كده رئيسيه، الفازه دي لما بتحمل على المروحه في الكهرباء بتفصل، فاحنا هنختبرها مع بعض دلوقتي بالكلامبوميتر او ببنسة الامبير، وممكن اختبرها بالسيريا برضه. فانا هختبرها بدي برضه وهقول لك ازاي تختبرها بالسيريا لو انت عايز ايه عندك سيريا. يعني السيريا طبعا سهله برضه، يا لمبه بسلك مش صعبه. فانا هنجيب الكلامبوميتر على وضعيه البازر او الصوت، ونبدا ان احنا نلمس على طرفين الفازه كده هنلاقي في قرايه عندنا، معنى كده ان الفازه واصله وشغاله كويس. فهنبدا برضه نختبر اطراف الموتور نفسها ونشوف. طبعا لو انت عندك السيريا ولمست على طرفين الفازه بنفس الطريقه دي لو هي شغاله تلاقي اللمبه نورت، لو ما نورتش يبقى هي فاصله. فطبعا احنا هنا هنيجي نقيس الموتور، الموتور الفريش بيكون الطرف الابيض هو الكهرباء، فاحنا بنثبت عليه
ونغير الاتجاه التاني اللي احنا بنقيس بيه الاتجاهات التانية اللي او السرعات التانية. طبعا ما بيدينيش اي قياسات، معنى كده ان هو الموتور السرعات دي مش شغالة مع الكهرباء ومفيش اي جهد فيهم. تمام. طب احنا دلوقتي جبنا الموتور الجديد عشان نشوف نختبر ونشوف الفرق بين ده وده. طبعا هنا الكهرباء طبعا البيضة، وهعرفك ازاي تعرف الكهرباء لونها ايه بالظبط. تمام. وهنا دولت التلات سرعات اللي هي السودا والصفراء والحمراء. طبعا زي ما انتم شايفين بيديني قرايه، معنى كده ان الكهرباء واصله تمام والملفات سليمه. خلاص بيعد معايا طبعا ارقام شغال. لو هي السيريا عندك وعايز تختبر بالسيريا، هتلمس على الابيض تثبت طرف، والطرف التاني من السيريا تجرب على التلات اطراف التانيين. طبعا السيريا بتخلي الموتور يشتغل، انما الكلامبيومتر مش هيخليه يشتغل. لو هي سيريا هيلف معاك. طبعا هنا احنا عندنا دايما في معظم المواتير الفريش البيضه هي الكهرباء، بس برضه نفترض ان انت عايز تعرف السرعات كل واحده هي رقم كام بالظبط، لان انت طبعا انت بتفك القديم بتركب كل لون في لونه، بس برضه عشان تبقى انت عارف. هنا زي ما انتوا شايفين يا جماعه دي لوحه الاسلاك بتاعه الموتور بيبقى عليها كل حاجه. دايما هنا الطرف الاولاني وايت اللي هو الابيض، تمام، بيكون مكتوب عليه كومان اللي هو الكهرباء. خلاص ده كده احنا عرفنا ان الابيض كهرباء. هنا زي ما انتوا شايفين كمان الريد لا لو اللي هو المنخفض، تاني حاجة يلو اللي هو الأصفر ميديم أو اللي هو متوسط، بلاك اللي هو هاي مرتفع. فاحنا كده عشان نبقى عرفنا التدريج بتاع السرعات كل لون هو سرعة ايه بالظبط. هنا زي ما انتوا شايفين فوق دي الفازة اللي انا قلت لكم عليها، لما بتفصل بتخلي طبعا الكهرباء تفصل. تمام. حل المشكلة طبعا احنا هنعمله في الفيديو اللي جاي. تمام. فطبعا كده احنا هنبدا ان احنا نقص الاسلاك دي ونبدا نركب الاسلاك اللي هي الجديده. احنا ممكن نجيب هنا كاوي تسدير ونفك الاسلاك من البورده نفسها ونركبها، ولكن انا هقص من هنا السلك لسبب، لان طبعا الموتور الجديد السلك بتاعه بيكون قصير شويه، فلو انا قصيت من عند شلت من عند الكارت الاسلاك فالسلك هيكون قصير وعاوز اوصل اسلاك تاني، فبالتالي لا انا هقص من السلك نفسه القديم واحاول ان انا اطول على قد ما اقدر بحيث ان السلك الجديد ده قصير، فلما اجي اوصل فيه يكون معايا حريه في التوصيل. وهنشوف مع بعض ازاي برضه هتفهموا قصدي دلوقتي. طبعا انا هقص كده لحد يعني اطول على قد ما اقدر فيها. بعد كده هاجي هنا هلاقي مسمار اللي هو بيثبت الدراع اللي هو بيكون راكب في الجروبوكس اللي بيخليه يلف يمين وشمال، بيكون مسمار هو مدور كده، ده مهم نخلي بالنا منه. تمام. هو ده شكل المسمار، ده مش اي مسمار بيركب هنا، لازم يكون زي كده لانه بيكون فيه زي ورده. تمام. هنيجي هنا زي ما انتم شايفين الدراع كده اتفك معانا خلاص. هنا في مسمار لما بتفكه سنه كده صغيره بتلاقيه اتفك معانا للموتور. خلاص، لان طبعا ده بيكون مثبته بحيث ان الراس بتاعه المروحه او الموتور ما يدخلش، حتى لو المروحه مثلا انت ميلتها ولا حاجه. فطبعا السلك بتلاقيه اتخلع معاك مره واحده كده، خلاص الموتور الجديد اصبح نعرف نركبه براحتنا. تمام كده احنا ركبنا الموتور الجديد اهو. هنيجي هنا طبعا المسمار اللي هو بيثبت ده هنبدا برضو ان احنا نربط عليه سنه صغيره، مش ما نربطوش جامد، هنلاقيه طبعا ايه ماسك معانا على طول. تمام. يعني لو شديت شوف كده هو ماسك اهو. تمام. هنبدا ايه يعني انت تربط عليه لحد ما يمسك معاك يعني. تمام، مش سنه صغيره يعني كده هو ايه طبعا مسك اهو. تمام كده مسك كويس. هنيجي ورا هنا نركب الدراع بتاعنا، لو لقيته مش ظابط تلف يمين شمال سنه كده لحد ما تلاقيه ركب على مكانه بالظبط ونربط المسمار بتاعه. فطبعا احنا هنا عايزين نعدي الاسلاك دي تاني في المكان بتاعها، فهنعديها من نفس الفتحه اللي طلع منها السلك الاولاني. خلاص. هي طبعا هنا التصميم بتاع المروحه دي بيخش من قدام من هنا كده، في زي فتحه بتنزل من فوق من الرقبه على الجسم اللي هو بتاع المروحه نفسه لحد ايه البوكس اللي هو بتاع لوحه المفاتيح. فاحنا بنعديه بنفس الشكل ده وبننزله لتحت. معظم مواتير الفريش الجديده بتكون الفتحات بتاعتها او سوري السلك بتاعها بيكون قصير، فبالتالي الموضوع بيبقى لو انت مقصر السلك في الكارته نفسها بيبقى الموضوع صعب. خلاص بتبقى بنفس الشكل ده. الموتور ده يا جماعه موتور فيتنامي، تمام، سعره عامل 170 جنيه، ملفه برده عريض زي ما انتم شايفين حاجه قويه، سعره 170 جنيه، اسمه موتور فيتنامي فريش عشان تبقوا عارفينه لما تيجوا تشتروه. فاحنا طبعا هنيجي هنا عشان نوصل الاسلاك، هنوصل كل لون في اللون بتاعه، وانت لما تيجي تشتري الموتور تاخده القديم تجيب زيه بالظبط. خلاص دي موضوع مش صعب. فهنبدا دلوقتي زي ما انتم شايفين هنا هنقشر الاسلاك في الموتور اللي هو طبعا نشغل السلاح بتاعنا زي ما احنا عايزين، محدش فيه عندنا حاجه، افتح الكتر بتاعك وقشر بيه، بس اهم حاجه ما تقشرش ايدك، تقشر السلك بس. تمام، لان في ناس بتيجي تستخدم الكتر ده بس. تمام انتوا عارفين. فهنيجي هنا زي ما انتم شايفين هنوصل اللون الاحمر مثلا على اللون الاحمر، الابيض على الابيض وهكذا. انت ممكن تستخدم هنا شريط لحام
تمام، مش محتاجه فزلكه يعني زي ما انا بعمل كده. ده بتاع دوت مكرونه بتسيح بتتكش على السلك، فمش شرط لو انت مش عندك استخدم شريط لحام عادي اللي هو البلاستر العادي. فطبعا احنا هنا بحط انا المكرونه دي، بنحط قطعه كده في السلك، بعد كده بربط السلك او اوصله، وبعد كده بسيح عليها بالولاعه بتلاقيها مسكت على السلك. يعني هي برضو حاجه حلوه مش وحش، بس طبعا على حسب المتوفر عندك، يعني كل واحد برضو والامكانيات اللي عنده يشتغل بيها مش مشكله. فهنا طبعا انا مثلا لو عملته كده، فببدا ان انا اجيب حته قطعه المكرونه بتاعتي او الريكام دوت، وابدا ان انا اسيح عليها مش هي ما بتسيحش، انت اول ما بتجيب عليها حراره بتبدا تنكمش، تمام؟ هي اي ماده بتتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده، دي العكس بقى، تديها حراره تلاقيها انكمشت، مش عارف ازاي، هي بقى مخصصه يعني معموله عشان كده اصلا. فانت هتبدا تعمل الثلاث اطراف او الاربع اطراف او تعزلهم بالبلاستر على حسب زي ما انت عايز. هتعمل الاربعه كويس، اهم حاجه عشان لو اتنين لمسوا بعض وما عزلتهمش كويس واتنين لمسوا بعض، فالموضوع هيبقى غلط، هيخلي الموتور يتحرق على طول، فتخلي بالكم من الموضوع ده. فهنبدا دلوقتي ان احنا نجرب كده، نحط الفيشه في الكهرباء ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. اهم حاجه وانت شغال فيها اوعى تنسى وتخلي الكهرباء في الفيشه في الكهرباء، يعني هتتكهرب، تمام؟ ما هتكهربوا كتير زي انا بتكهرب على طول وبنساها يعني. طبعا دلوقتي انا شغلت اهو، وهي الموتور اشتغل معايا تمام، السرعات كلها بتشتغل تمام. لو انت عندك سيريا وحطيت الفيشه دي في السيريا هتشتغل معاك تمام، واللمبه هتلاقيها منوره، هتزود سرعه هتلاقيها بتزيد، هتزود سرعه بتلاقي اللمبه بتزيد بتنور اكتر. فالسيريا برضو مفيده ان هي بتعرفك ان انت التدريج بتاعك صح من خلال كميه الضوء اللي في اللمبه. هنا زي ما انتم شايفين الموتور شغال اهو، الحمد لله كويس ما فيهوش اي مشاكل، وعلى فكره موتور قوي جدا يعني هيشتغل، وهتلاقوا في كميه هواء كبيره. فطبعا هنا زي ما انتم شايفين هنخلع الفيشه، لسه قايل لكم عشان الكهرباء ماشي. وهنبدا دلوقتي ان احنا نقفل تاني لوحه المفاتيح في مكانها. عندك هنا لوحه المفاتيح، طبعا لما السلك طويل معانا فاحنا واخدين حريتنا، نعرف نطلع الوش ده لبره ندخله، يعني يبقى معانا حريه خلاص. لو هو السلك بتاع الموتور الجديد طويل انت تقدر ان انت تلحم في الكارت عادي زي ما انت عايز. طبعا دلوقتي انا خلاص هنا بقفل المسمارين دول، بس زي ما قلت لكم لو انت هتلحم في الكارته في ناس ممكن تبوظ الكارته مش تلحم فيها، فلو انت ما عندكش امكانيه الكاويه والكلام ده فكده اسهل يعني. طبعا انا هنا خلاص كده تمام، انا مش عارف ايه البلاستيكيه دي ملهاش لازمه، انت هي دي بتبقى يعني حمايه عشان الموتور ما يصديش وكده، بس انت بالنسبه لك دلوقتي مش محتاجها. فهنبدا نربط هنا الثلاث مسامير دول بتوع الوش، بيكونوا مسامير هنا حجمهم برضو بيكون فيه زي الراس بتاعتها فيها ورده بحيث ان هو ما يعديش من البلاستيك. المسامير دي اوعى تحط منها مسامير اطول، لان لو مسامير اطول حطيتها هتخرم الموتور نفسه او السلك بتاع الموتور نفسه، فالموتور هيبوظ الجديد اللي انت جايبه. ناس كتيره جدا بتغلط الغلطه دي وبتقع فيها وبتجيلي، فانت تخلي بالك المسمار ده لو حطيته طويل هيفضل يربط هيقابل الناحيه التانيه الملفات نفسها النحاس يجي مبوظها، فكده الموتور الجديد اللي انت جبته مش هيشتغل خلاص. كده زي ما انتم شايفين انا ربطت الشبكه، وهحط بقى لنا الريشه، لازم تساوي او توازي اللي هي الشفه دي او الشطفه ديت مع الشطفه اللي في الريشه، يبقوا موازيين لبعض بحيث ان هي لما تركب الريشه ما تلفش جوه الاكس يبقى محكوم. هنبدا نربط الصاموله بتاعتنا دي، طبعا بتربط عكس كانك بتفك كده تمام. فهنيجي هنا برضو نركب الوش اللي فوق. في ملحوظه برضو لما تيجي تشتري الموتور تجيب نفس طول الاكس بتاعه بالظبط، لان هو لو قصير الريشه دي بعد ما تركبها هتلاقيها بتخبط في الشبك من تحت كده هتلاقيها بتحك، فلازم يكون نفس الطول. هنبدا نركب الكفر الخارجي اللي بيركب على الموتور الاسود دوت من ورا، ونربط المسمار بتاعه. طبعا المسمار بتاعه مش اي مسمار، بيكون بنفس المنظر ده، لان في مسامير تاني ممكن تركبها تلاقيها رفيعه شويه او تكون طويله شويه، وتجي رابطها هتلاقيها ربطت على الاكس بتاع المبينه نفسها بتاع الموتور، الموتور يقفش لو هو مسمار طويل، فتخلي بالكم من الموضوع ده برضه. هنيجي هنا نركب الشداد، بيركب كبس طبعا زي ما قلنا الفرش كله كبس، هي يعني نفس الخطوات دي بتركب لاي مروحه، بس الفرش بيكون فيه حاجات يعني مختلفه سنه. طبعا احنا دلوقتي بنجرب، حطينا الفيشه والمروحه زي ما انتم شايفين، طبعا احنا كده قفلناها خالص. هنبدا نضغط كده بتشتغل معانا، هو رقم 3. عايز اقول لكم الهواء يعني جامد جدا، الهواء بتاعها شديد، اكيد انتوا حاسين برضو بالهواء ده يعني لا مش حاسين جاي عليكم هواء، يعني انتوا شايفينها قوي يعني شغاله ماشي كده. هي ايه تمام يعني كل السرعات برضو شغاله معايا كويس ما فيش اي مشاكل، والشاشه نفسها برضو بتاعت الكارته شغاله تمام ما فيش اي مشاكل
كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا وعجبكم الفيديو. لو انتوا برضو استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس على اختيار الكل، وبرضو اللايك عشان ده مهم جدا بالنسبة لنا. سلام عليكم.